اونلاين. طيب ما عنده أي سؤال بالنسبة للشيء اللي قلناه لكم الآن؟ كله تمام؟ إيه آخر درجة من الطابق اللي فوق، أنت قديش بدك لازم يدور مثلا؟ هو بدك تدوري 180 درجة، هلا هو إذا زيادة فآخر درجة رح تفقد الزيادة، عرفت كيف؟ أو 360. طيب خلينا نشوف هيك شغلة نحن هون. والله هلا انا سالت نفس السؤال فما بعرف يعني احنا مثلا كم دورة بدنا اياه يدور نحن؟
هو بكره بس خلال العمل رح تكتشفي انه انت ما رح ترسمي دراج من خلال هذا الامر. هاي هون قصدك ما عم يسكر بشكل صحيح صح؟ هلا هذا هو من بدك تعايري من هون، انت من الدوران تبعه قديش بدي اياه يدور انا مثلا؟ بالعكس عاير طابق هذا هو تواصل 5 مثلا. بهي الطريقة شايفة هون هذا الريفرس تبعه، هون بدك تحددي انت بدك من خلال قيمة الدوران من هون بتحدديها تمام. يعني هذا البوكس لو انه اطول شوي اذا معكم ماوس زيادة بيكون كثير مهم، الماوس كثير سيء. او خليني اشوف خليك انت بدك تشتغل معي ولا بدبروا حالهم؟ بدبروا حالهم مشكلتهم هاي. طيب جاهزين؟ اونلاين جاهزين كمان؟ يا بسم الله نبلش من هون. اول شيء مرحبا يعطيكم العافيه، معكم المهندس هاني عثمان مجموعه واطن دوليه بكورس 3 دي ماكس لتصميم المعمار. طيب هلا مبدئيا شباب وصبايا اونلاين واوف لاين، حدا عنده اي سؤال بالنسبه لها؟ هون كانت عم تستنى زميلة كورن. لا كثير احسن هاي الناس. بنضطر ناخذ ماوس. أو أنت أعطينا الدرس إذا بدك تحاول تشتغل شوي بهاي، بس هي الروسترول تبع مثلا
طيب كانت عم تسألنا رأيكم انه هون احنا شلون فينا ندور هذا الدرج بقيمة معينة، شو اللي بيتحكم بالدوران؟ هون النهاية ما عم تطبق مع البداية. هل هذا الدوران بيتحكم فيه من هون قيمة الريفز تبعه بهي الطريقة؟ يعني خلينا نشوف من التوب مثلا، لا بيعيرها من هاي القيمة، كل ما قللتها وزودتها بيتغير عندي قيمة الدوران طبعا. طيب هاي هدول قيمتين حدا بيعرف شو هن السي دبليو والسي سي دبليو؟ جهد دوران درج، واحدة بدور بعكس الساعة وواحد مع الساعة. تمام هلا اخر درس كنا عم ناخذ اخر شيء الشيبس هون، فحكينا عن اللاين والسيركل والى اخره، هي التفاصيل. هلا اي شيء برسمه انا من الشيبس فيني احوله، يعني بضغط ضغطه يمين بالماوس مثلا، ولنفترض اني رسمت ريكتانجل، فهو الباراميترز تبعيته هي الطول والعرض فقط. بهاي الطريقة إذا فتحت على الباراميترز هون على قائمة موديفاي بلاقي إنه أنا فيني أتحكم بس بطوله وبعرضه من هون، ما فيني أحرك، ما في عندي فيرتكسات أحركها أو سيجمنتس أو أي شيء ثاني. هلا أنا شلون بحوله لللاين بحيث إذا بيتحكم بهاي الفيرتكس حركة يمين شمال، هذا السيجمنت حركه لفوق لتحت، أعمل له سكيل كذا، بضغط ضغطة يمين بالماوس وبنزل لعند convert to وبقول له convert to editable spline. شو يعني editable spline؟ يعني spline قابل للتعديل، فبصير هو مثل كأني أنا رسمت line عادي فيني أتحكم فيه بهي الطريقة. طيب هلا بالنسبة لل vertices أو ال vertices في شغلة نسيت أعطيكم إياها من الماضي، هي إنه في نوع لهي ال vertices. هلا هي ال vertices هو أنا إذا حركتها وهي بهي الطريقة، هلا هي بيزير إذا حركتها لاحظوا هون الانحناء اللي عم بيخلق لي إياه، لأنه هو شايفها مثل إنه زاوية منحنية. طب أنا إذا بدي أعتبرها زاوية مباشرة بدون انحناءات، بروح بقول له إنه هاي نوع الفيرتكس، بس ضغطة يمينة بالماوس وبقول له نوع هاي الفيرتكس بدي إياها كورنر. شو يعني؟ كورنر صارت زاوية عادية، هلا حركتها إذا حركتها لجوا أو لبرا بهي الطريقة صارت زاوية. هلا ما عاد في إلها هدول المساعدين، يعني شوف ولا هي ضغطت عليها بيظهر لي هون في شغلة مثل المساعد تبع الفيرتكس. هاي إذا حركته لهذا المساعد، خلينا نشيل سناب، مسكت هذا الضلع تبع المساعد فيني أعمل لها هيك، افتحها حركها ضمها، يعني اللي بدي إياه فيني أتحكم فيها. هذا أنت بيظهر لي هدول المساعدين تبع الماوس تبع الفيرتكس عفوا، لما بتكون هي بيزير او بيزير كورنر. هلا شو الفرق بين بيزير وبيزير كورنر؟ خلينا نعمل كنترول زد. هلا هي بهي الحاله هي بيزير كورنر، يعني هي ممكن تكون زاويه بس بنفس الوقت لها مساعدين يحركوا، يعني فيني اتحكم فيها بدرجه انحناء الزاويه بحد ذاتها، تساوي زاويه منحنيه، يعني مو زاويه حقيقيه، مو كورنر. يعني شلون بتحكم فيهم هدول؟ انا بهي الطريقه. هلا اذا سويتها بزيير فبيساوي لي هدول المساعدين تبعها هذا وهذا لازم يصيروا على استقامه واحده. هلا اذا ضغطت يميني بزر يعني يكون انا عامل سلكشن للفيرتكس، بضغط بزر الماوس اليمين بقول له هون مثلا بدي اياها بزيير، فلاحظوا المساعدين تبعها صاروا بشكل مستقيم. هلا انا فيني اتحكم فيهم بس صاروا مثل انه هن مرتبطين مع بعضهم، اذا حركت هذا راح يتحرك لحتى يحافظ على نفس الاستقامه. فإذا جيت مسكت هاي النقطة هون وحركتها، لاحظوا المساعد الثاني هون هذا عم يتحرك معه ليحافظ على الاستقامة، فمثل عم يتحرك وسوا هن، ما فيني اتحكم فيهم بحد لحاله. طب إذا بتحكم كل واحد لحاله برجع بنقر عليها نقرة وبقول له بزير كورنر، شو بصير عندي بهي الحالة؟ بصير فيني اتحكم بكل مساعد لحاله بهي الطريقة. تمام؟ إذا بدي اياها بدي اياها زاوية شيل المساعدين بقول له اعمل لي اياها كورنر لهي الزاويه. هلا هون ما عاد في مساعدين لاحظوا، فلما بحركها بتتحرك كزاويه. هلا طب ماشي هي عم تتحرك كزاويه، ليش عم يعطيني خط منحني هون؟ هذا الخط ليش عم يحني لي اياه انحناء؟ لانه الزاويه هاي لساتها بزيرو كورنر. فخلينا نعمل كنترول زد،
رجع هاي لمحلها ونقول له اعمل لي كمان هاي كورنر. لاحظوا هلا اذا رجعت حركت هاي الفيرتكس فصار يحرك لي اياها بزاويه، ليش؟ لانه هاي صارت كورنر كمان، فهو شايفها زاويه تمام بدون انحناء يعني. وفي نوع رابع لهم اسمه سموث. السموث ما بيعطيني مساعدين، بس خلص صار الفيرتكس هو شايفه سموث، ما عاد يلف لي اياها بزاويه، صار يلفها بشكل منحني تمام. يعني هلا هون انا هاي من هون جاي انحناء، بس هيك مكمله بشكل مستقيم، ليش؟ لانه هي كورنر. فاذا قلت له اعمل لي اياها سموث فبلف لي اياها. هلا زدنا الانتربولوشن شوي من هون، حطيناه 60، شايفين شلون حناها؟ طب اذا بدي ارجع كورنر نضغط هون، شوفوا التغيير اللي حيصير لما بسويها كورنر، رجع سوى لي اياها زاويه، مثل انه هو كسر اللاين بهاي النقطه تمام. بهاي الطريقه، هاي العمليه نحن بصير فينا نرسم اشكال، مثلا اذا في عندنا اشكال عضويه بنرسمها بالمشهد تبعنا، فبنتحكم بهدول الانحناءات من المساعدين تبع الفيرتكس تمام. هذا الموضوع خاص بالفيرتكس، بالسيجمنت ما عندنا شيء مثل من هذا الشيء. السيجمنت صار يتاثر بنوع الفيرتكس اللي ماسكته تمام. طيب هلا شو عندنا شيء ثاني؟ اخذنا البولين والبروبولين هذيك المره بالنسبه لل، هذول اخذناهم البولين والمرور الى اخره تمام. تخيل ما ضل عندنا شيء مهم بالنسبه لهذا الموضوع. طيب هلا نحن هون بالاضافه لهدول، في عندنا بالاضافه ل يعني بقائمه جيومتري، بقائمه كرييت، في عندنا غير الجيومتري والشيبس، في عندي كرييت للايت انا من هون. هلا نحن ما بعرف اذا رح اعطيكم كورس الفي راي بس او الكورونا، نحن في عندنا نوعين للاضاءه. عندنا كورونا وعندنا الفي راي. هلا انا اللي بشتغل عليه الفي راي هو الاقدم من الكورونا، والواقعيه تبعه احسن. بالسنوات الاخيره كثير تحسن الكورونا، صار بدرجه كثير قريبه للفي راي. ميزت كورونا انه هو اسهل، يعني الاغلب الناس الجديده بتتعلم كورونا. حتى هلا انا عم احاول اني اتعلم حتى الكورونا، يعني انتقل عليه. انا بعرف بعرف القديم تبعه، بس عم احاول اني اشوف الجديد تبعه، لانه فعليا الريندر تبعه صار مميز، يعني مو اميز من الفي راي بس منيح يعني بيكفي. وميزة الكورونا كمان انه هو وقت الريندر تبعه يعني بيعمل لي حفظ لوقت الريندر. ليش؟ لانه انا في عندي كثير تعديلات فيني اعدلها على اللايتنج. هلا الكورونا او الفي راي بنشتغل عليهم ماتيريال وبنشتغل عليهم اضاءه، يعني انا ببني الفراغ تبعي بعدين بكسي الفراغ بماتيريال، بكسي الخامات اللي عندي يعني، بعدين بضوي الفراغ، بعدين تقوم عمليه الريندر. فهو هذا الريندر انجن، هو اسمه الكورونا او الفي راي اسمه ريندر انجن، يعني هو مثل المحرك تبع الريندر تبعي تمام. فهو بيضوي لي وبيكسي لي وبيعمل الريندر الفاينل. هلا بالسيتنجز تبع الماكس هون الاختصار F10 هاي، من هون شايفين هاي الريندرز، فانا بقول له من هون انا الريندر انجن تبع شو اللي هو على شو بدي رندر، على الفي راي ولا على الكورونا. طبعا هلا ما في شيء منصب على هذا الجهاز، لهيك مو ظاهر هون الكورونا او الفي راي. اللي ظاهرين هون هن اللي موجودين هون، شوفوا هذا الارنولد او الستاندرد تمام، نفسه هاي الارنولد هون. ايه فلما بنضيف الفي راي بنصير هون بنختار من الرندر اللي انا بدي رندر عليه، هو مثلا الفي راي او الكورونا اللي هو حسب انتم شو حابين تتعلموا يعني. هلا كبدايه بتخيل كورونا رح يكون اسهل بالنسبه لكم، لانه هلا نحن الماكس البناء كذا بنبني وكل شيء تمام. التفاصيل يعني اللي بيفرق بين شخص والثاني بالاضافه للبناء، اكيد الموديلنج له كثير له اهميه، بس الاكثر منه هو اللايتنج والماتيريال تبع الخامات. يعني انا لما بشوف كنبايه مثلا الماتيريال تبعها الفابريك تبعها كثير واقعي، هذا الشيء اللي بيفرق معي بجوده الريندر النهائي. ما عم نحكي عن التصميم هلا، اكيد التصميم هو الاساس لكل شيء، بس كجوده ريندر كجوده الصوره المنتج النهائي بيفرق فيها هي الريندر انجن اللي هو الاضاءه والماتيريال تبعها. فبتحبوا ما بعرف يعني، هلا نحن لسه ما اتفقنا، ما بعرف انا اذا رح اعطيكم الفي راي او الكورونا او اي، او رح ناخذ ريندر انجن ولا لا، او بس رح ناخذ الماكس.
موضوع آخر بنحكي فيه بعدين، بس مبدئيا لازم تكونوا بتعرفوا انه انا من هون، من هون بضيف الإضاءات تبعي من قائمة كريات، بروح لعند اللايتس، بروح من بضغط على هاي الزلقة، بيطلع لي هون الفيراي او الكورونا، بضغط عليه بصير في عندي لايت وصن وكذا. هلا هنول مثلا نفسهم هم موجودين بالماس تقريبا نفس المنطق، بس انما الكورونا والفيراي بيعطوا جودة احسن. في عندي هذا التارجت لايت، بيكون لايت وله تارجت، هذا التارجت تبعه لهيك اسمه تارجت لايت. هدول مثلا بنحطهم عند السبوتات، تحت السبوت بنحط تارجت لايت. مثال هلا اكيد ما راح نستخدم تبع الستاندرد تبع الفوتوماتريك تبع الهاي، فانت فوت على الستاندرد كمان شوف الستاندرد. شايفين هذا هو نفسه، هذا تارجت سبوت صار اسمه، هاي بنحط تحت السبوت بهي الطريقه الى اخره. في عندي السكاي لايت، اضاءه السماء البرة، اللي هي لما بكون عم رندر خارجي كثير مهمه، مثلا السكاي لايت حتى بالداخلي. مثلا هلا نحن هلا طافين كل الاضويه، ففي لايت جايه من برا من اضاءه السماء، هي هون السكاي لايت بنعتبرها نحن بالماكس. الموضوع واقعي لدرجه كثير كبيره. مثلا بالفيري، خلينا نحكي نحن انه رح نستخدم فيري او كورونا اللي هو نفس العناصر. في عندي لايت بلان لايت، حط بلان مثلا، هذا حطه قدام الشباك بحيث يدخل لي اضاءه من برا. في عندي السبوت لايت او الاي اي اس، هذول كلياتهم خيارات ضمن الفيري. هلا عم بشرح على شيء غايب، فالموضوع كثير غبي طالع. فالمهم هون نحن بنضيف الاضاءات، تمام. فيني اضيف شمس كمان، لازم نضيف شمس، مو فيني يعني نضيف شمس للمشهد تبعنا، شمس بتدخل على الغرفه مثلا، هاي التفاصيل. هلا هون في عندي انا بضيف الكاميرات كمان، لما سواء رح تستخدموا كورونا او فيري بننقر على هاي، ما بنستخدم الستاندرد، بنستخدم الكاميرا فيري كاميرا فيزيكال كاميرا او الكورونا كاميرا مثلا، حسب شو اللي رح نشتغل عليه. من هون نضيف الكاميرا تبعنا، وفي لها اعدادات والى اخره. طيب من القائمه الهيلبرز، مثل ما قلنا نحن هون في هنا هيلبرز للعمل. هدول انا مثلا ما استخدمت ولا مره شيء، انه استخدمت هذا التيب، وكمان يعني لما بدي اقيس شيء باخذ هذا التيب اللي هو الشريط القياس، بقول له من هون لهون اقيس لي المسافه، فشوفه هون مثلا ظهرت مسافه 64.207 مثلا. ما أنا مستخدمة هاي القائمة بالمجمل يعني، حتى هذا التايب ما أنا فيرمو. بس هذا هو الشيء اللي نحن نشتغل فيه بالنسبة للماكس المعماري. هلا خلينا ننتقل على المرحلة الجديدة اللي هي قائمة موديفاي. هلا نحن بقائمة موديفاي أولا، يعني قبل كنا عم نشوف إنه نحن لما نرسم من هون جيومتري، إذا رحنا على قائمة جيومتري خلينا نقول أخذنا ستاندرد أوبجكت بوكس ورسمنا هذا البوكس مثلا. إذا رحت على قائمة موديفاي، فأنا فيني أعدل بالبارامترز تبع هذا الأوبجكت، بس في شيء تاني، أنا فيني أضيف موديفاي تاني للأوبجكت اللي عندي، سواء كان بوكس أو سير أو سفير أو أيا يكون. هلا بغض النظر عن هذا الموضوع، غير إني أعدل على البارامترات تبعه، مثلا خليني أساوي هيك 10 ب 10 ب 50 خلينا نقول. في عندي شيء تاني، خلينا نحذف هذا اللاين. في شيء اسمه هون موديفاير ليست. شو يعني؟ يعني انا بضيف موديفاير بيعدل لي على هذا الاوبجكت اللي عندي، مو هي قائمه موديفاي، فهي قائمه التعديل تبعي. فانا فيني اضيف موديفايرات ثانيه تعدل لي على الاوبجكت اللي عندي اللي موجود هون. طيب شو في عندي انا بقائمه موديفاير؟ هلا اذا ضغطنا على الزلقه بنلاقي هون في موديفايرات يعني لا تعد ولا تحصى، بس انا اللي بيهمني منها شويه موديفايرات انا بنشتغل فيهم نحن بالماكس. لو في موديفايرات ثانيه مثلا لا لا لاستخدامات اخرى، مثل مثلا بيشتغلوا الانيميشن او بيشتغلوا الشخصيات تبع الكرتون او كذا، بيستخدموا من هون موديفايرات ثانيه. بس انا بالماكس شو اللي بيهمني؟ مثلا في عندي اول شيء اهم موديفاير، او مو اهم موديفاير، هو الموديفاير اللي يستخدم بكل مشروع، اللي هو موديفاير اكسترود. اكسترود هو موديفاير بيتطبق على الشيبس اللي عندي. يعني انا عندي لاين، هلا مثلا هذا البوكس هو عباره عن شو؟ هو عباره عن ريكتانجل 10 ب 10 ومعمل له اكسترود 50، مو هو ارتفاع 50، فانا حرسم هون ريكتانجل 10 ب 10 لحتى احصل على هذا البوكس بنفس العمليه. رح اروح لهون اقول له هذا الريكتانجل اللي انا رسمته اعمل لي 10 سم ب 10 سم، تمام؟
روح على قائمه موديفاير اضغط عليها ضغطه ولا اكسترود بك بس اي اكس بيطلع لي هون اكسترود او اي بكفي. هلا عم يقول لي قديش قيمه الاكسترود؟ شو يعني الاكسترود؟ يعني هو يرفع لي هذا الشيب اللي عندي 2 دي يعمل لي اياه 3 دي، ياخذ لي بعد ثالث له. هلا هو مو 2 دي، انا بعدين اكس وواي له، فانا عم بعمل له البعد الثالث لحتى يصير 3 دي. لما عملنا له اكسترود بيجي بيقول له هون قيمه 50. هلا فعليا انا حصلت على نفس النتيجه، هذا بوكس ابعاده 10 ب 10 ب 50 وهذا ريكتانجل عم عمل له اكسترود بقيمه 50، الريكتانجل ابعاده 10 ب 10 وارتفاعه 50، فالنتيجه هي واحده. طيب امتى انا بستخدم الامر اكسترود؟ لما بكون عندي شيب بدي احوله لشكل 3 دي مثلا، عندي شقه بدي ارسمها مثلا او غرفه او اللي هو، فانا رسمت الحيطان بالاوتوكاد، رسمت حطوط الحدود تبع الحيطان، بفوت هدول الحيطان الجدران على الماس وبقول لهم اكسترود، فبيطلع عندي الحيطان تبع الغرفه. تمام، فهذا بالنسبه لامر اكسترود. طب شو في عندي انا شغلات بامر اكسترود؟ في عندي هون شيء اسمه سيجمنتس، اذا انا بدي اضيف، خلينا نفتح لفه ثلاثه. هلا هذا البوكس اللي هون موجود عندي اتفقنا نحن انه انا فيني اضيف عليه سيجمنت على الهايت تبعه صح، وفيني اضيف على يعني على الطول وعلى العرض تبعه على اللينك وعلى الويب تبعه، فيني انا اضيف سيجمنت. طيب هلا بالنسبه للاكسترود كمان في انا عندي هون فيني اضيف سيجمنات على الهايت تبعه فقط. ليش؟ لانه الاكسترود هو بس ضف لي الهايت، هلا ما فيني اضيف على الطول والعرض. ليش؟ لانه ما فيني اعدل على الريكتانجل الاساسي بهي الحاله اللي احنا فيها. طبعا لقدام فينا نحول، فينا نعمل كونفرت دبل بولي ونشتغل على هذا الموضوع، بس حاليا على الهايت احنا انا فيني اضيف سيجمنات بهي الطريقه من هون من السيجمنتس تبع الاكسترود تبعي. تمام. طيب هلا هون كابينج هاي اللي هو الاغلاق، يعني بدك يا مسكر هذا الاكسترود ولا بدك يعني ارفع لك هذا اللاين بدون ما اعمل له كاب من فوق ومن تحت. هلا الستاندرد تبعي الوضع الطبيعي يعني الديفولت تبعه هو بيكون معمل له كاب للستارت وكاب للاند، هاي الاند تبعه مسكره والستارت تبعه، خليني اورجيكم من هون شايفين هلا فتحته انا شلت التشيك تبعه هيك سكرته فتح ومن هون. تمام. دايم يعني هدول ما في، انا ما بتذكر انه بحياتي عدلت على اي شيء فيه هون او نفس الشيء بدي اياه مش انا. طيب هذا هو المهم. تمام. فانا من هون بحدد قيمه الاكسترود اللي بدي اساويها وبحدد اذا بدي سيجمنات فيها او لا. طيب هاي بالنسبه لامر اكسترود، خلينا نعمل اكسترود 100 مثلا وزيد السيجمنات او خليني اشيل السيجمنات مبدئيا. بدي اعطيكم امر جديد حاليا. طبعا هلا نحن هذا الامر هذا البوكس كمان خلينا نساوي 100. الشيء اللي لازم يكون واضح لكم انه انا هدول الاوامر تبع قائمه موديفاي خلنا نعطينا امر مثلا طيب هلا في عندي كمان موديفاير ثاني انا غير الاكسترود. هلا اتفقنا ان الاكسترود هو الامر المستخدم بكل شيء عندي، يعني ما في مشروع ما تلاقي فيه امر اكسترود. تمام. طيب سهل وبسيط ما فيه ديتيلز، يعني هو بس انه انا ارفع الشيب 2 دي عندي ونساوي 3 دي. طيب هلا انا فيني اضيف موديفايرات ثانيه مثلا لهذا الاكسترود. في عندي موديفاير اسمه بند مثلا. بند شو يعني هو بالحياه؟ بند هي معناتها حني، يعني انك تحني نحني شغله نطعجه نتنيه نطويه. تمام. فهذا الامر بند بالماكس هو نفس العمليه، هو اني انا احني الجيومتري اللي عندي. طيب هلا انا لحتى احني شغله، شوفوا هلا في عندي انا هون هذا الانجل تبع الانحناء اللي عندي مثلا انا بدي احني 180 درجه. خليني اشوف كواجهه انا شو صار عندي. عمل لي اياه مستقيم، عمل لي يعني طبقه هو عمل هذا شايفين هذا الخط الاورنج اللي ظاهر هون، هذا اسمه الجزمه تبع الانحناء تبعي او المحور، يعني طريقه الانحناء اللي هو اعطاها. طب ليش ما انحنى الشيب عندي؟ لانه الشيب هو انا اذا عندي مثلا حديده خلينا نفترض وجيت احنيها بايدي بجوز انا ساوي الانحناء بهي الطريقه، جيت عملت هذا الانحناء بس هي انا ما راح اقدر احنيها. ليش؟ لانه ما عندي انا فواصل بيناتهم. هلا فيني احنيها بطريقه يعني بالات ثانيه بس بالمجمل
لحتى نفهم الموضوع، لحتى انا احني شغله فبده يكون عندي فيها سيجمنات. فاذا انا رحت على اكسترود رجعت وقلت له من هون حط لي شويه سيجمنات فيها، ورحت على امر بند وقلت له هلا احني لي اياها 180، فهو هلا هون حنى لي الاوبجكت تبعي. شايفين بهي الطريقه لما كان ما عندي سيجمنات انا شو صار؟ اذا شلت السيجمنات من هون حناه، هو عمل نفس الامر، اعطاه نفس الامر بس لانه ما عندي سيجمنتس يدور حوالينا هذا الانحناء، فما ما ما قدر هو يعني شلون بده يكسره، ما قدر يكسره. تمام، فانا زدت برجع للاكسترود بقول له زود لي السيجمنات، خلينا نحط مثلا 10 سيجمنات مبدئيا، حنى لي اياه بهذا الشكل اللي مكسر. طب انا اذا بدي اياه يحني لي اياه بشكل سموث فلازم زيد السيجمنات تبعه بهي الطريقه حتى يصير سموث. صح. طيب هاي بالنسبة لأمر بند. هلأ في عندي أنا شيء اسمه الدايركشن تبع الانحناء، أنا على أنه جهة بدي أحنيه، بدي أحنيه مثلا 180 درجة، هو الأوبجكت خلينا التخطيط أنا الأوبجكت واقف بهاي الطريقة. تمام، فأنا بدي أحنيه 180 درجة بهاي الأسلوب. هلأ أي أمر أنا بعطيه هون في عندي إشارة مثل العين، هاي العين لما تطفيها وبشغلها فهي مثل أنه أنا عم طفي هذا الأمر وشغله. تمام، بضغط عليها بالزر اليساري بتطفي، بضغط عليها بترجع بتشتغل. تمام، فانا هلا رحت على البند وطفيته، هلا الانحناء اللي هو عاطيني اياه هو بهذا الاتجاه. طب انا فيني غير الدايركشن تبع الانحناء؟ طبعا فيني غيره من خلال الدايركشن تبعه. طيب هذا الدايركشن ممكن يكون 45، هلا شوفوا الالتفاف اللي عم بيصير لما انا دورته، خلينا نساوي هون 45 درجه. هلا شو راح يساوي هو لما شغله؟ راح يحني لي اياه بهذا الاتجاه، باتجاه ال 45. فيني خليه 60، فيني خليه 90 اللي هو. تمام، فانا لحتى احنيه ب 45 بعمل له الدايركشن 45 وبقول له بند، فحنى لي اياه بهي الطريقه، صار الانحناء تبعه باتجاه 45 درجه. تمام، طيب هل انا بس عم بحني على الزد؟ لا، فيني احني على الاكس، فيني احني على الواي وعلى الزد. طيب كيف؟ خليني شوفوا هلا هون لما اعطيته انا هذا الامر، خلينا نرجع القيمه للصفر هون، قلت له احني لي على محور اكس، محور اكس وين؟ هون، فهو بده يحني لي اياه بهي الطريقه. طيب ليش عمل لي اياه مستقيم؟ لانه انا ما عندي سيجمنات على محور اكس، اتفقنا بالاكسترود انا ما فيني اضيف سيجمنات بهي الطريقه، يعني اذا طفيت البند انا هون، خلينا نفتح الاف 4 ونطفي الجريد خلينا يكون اوضح، هون ما عندي سيجمنات، فهو لما بده يجي يحني لي اياه لهون ولهون ما راح يقدر يعمل لي هذا الانحناء. ليش؟ لانه هون ما عندي سيجمنات عرضيه، سيجمنات على الطول، على الزد اوكي قدران هو يحني، بينما على الاكس اجى يحني اما ما قدر يحني. طيب رح اخذ انا هذا الامر نفسه من هون، فيني اعمل له كوبي باي ذا واي، بكبس عليه زر يميني وبقول له من هون كوبي، رح اروح طبقه على البوكس هذا اللي هو انا نفس العنصر اللي موجود عندي هون، وله حله 100 سيجمنت بدي انا فيه لهذا شو اسمه، وارجع اطبق واقول له من هون بيست لنفس الامر. ملاحظين اعطاني نفس النتيجه، بس شو الفكره؟ انه انا بالبوكس هون فيني اضيف سيجمنات. هلا انا هل فيني اضيف سيجمنات بهذا على هذا الشيء اذا بدي؟ اي طبعا فيني اضيف، هلا بعلمكم كيف نضيف. بس لحتى انا احني على الاكس فبدي يكون عندي سيجمنات على الاكس بهي الطريقة. شايفين هلا الامر البند لما اعطاه فهو عمل لي انحناء عليه على الاكس تبعه. طيب على الواي نفس الشيء بهي الطريقة، فنروح على الواي كمان نفس الشيء، لما اجى يحني على الواي خلينا نشوفه من التوب انا لحتى يبين معي على الواي، وشوف من هون شايفين طريقة الانحناء اللي عاملها، يعني هو كان بده يمسكه ويتني بهي الطريقة، نفسه ماسكه من فوق البوكس بده يثني لهون ولهون، صح؟ لهون ولهون. طب هلا هو ما انا قدران يثني، ليش؟ لانه ما عندي سيجمنات بهذا على الواي تبع البوكس. فاذا رحت على البوكس انا وقلت له على الواي كمان حط لي مثلا، رح خليني افعله اول شيء للبند، ما قدر يحني. فاذا ضفت سيجمنات انا لي اياه بهي الطريقه. تمام، ليش؟ لانه صار عندي سيجمنات. طبعا هلا الاستخدام انا هلا عم ناخذ نحن البند بشكل عشوائي انه هو شو بيساوي، بس الاستخدام تبعه حسب انا شو النتيجه بدي اوصل لها. خلينا نحني بشكل مشان يكون الـ اوضح. طيب
هلا في عندي شيء اسمه الليمت افكت. شو يعني الليمت افكت؟ يعني الافكت تبعي اللي هو الباند اللي عامله انا، شو اذا بدك تحط له ليمت ولا لا. تمام، هلا انا بهي بهيك اذا انا ماني حاطط تشيك على الليمت افكت، فهو شو عامل الامر يعني الباند، عامل باند للشيء للجيومتري اللي عندي كامل، للبوكس كامل عامل له باند. طيب اذا انا بدي ساوي مثلا بدي خليه يبلش من نصه الباند، يعني بدل ما يكون من هون مبلش وعامل باند هيك، بدي اياه يكون جالس بعدين من هون بدي الانحناء يبلش انا. فانا بدي شغل الليمت واقول له الليمت هون خليه يبلش بعد مثلا 20 سم، خلينا نطفي نشغله هون للليمت بهي الطريقه، واقول له بدي احدد له. هلا طالما انا فعلت الليمت افكت فبدي اقول له الابر ليفت اللي انا بدي اطبق عليه خلي يكون 100 مثلا، لانه انا يعني بدي اياه يطبقه لاخر شو اسمه، خلينا نطفي هاي هون ورجيكم شو المقصود فيها. الابر افكت هو هاي النقطه يعني اخر الانحناء، فهي هون انا من هون بدي اياه يحني لي بهي الطريقه، بس بدي الجزء الاول لنصه خلينا نقول يكون جالس. فبيجي بقول له الابر ليمت يكون عندي 100 واللور 100 واللور ليمت يكون عندي 50 بالعكس. شوفوا هلأ البند اللي عندي، لاحظوا شو الأبر ليميت للبند. الأبر ليميت هي منتصف، مو هو هذا كان طول ارتفاعه 100 هون، فأنا قلت له البند تبعي يكون الأبر ليميت، يعني أنت بلش بند لعند 100 لعند 50 وبعدين كمل لي 50 بشكل جالس. تمام، طيب شو اللور ليميت اللي بدي إياه أنا؟ شو اللور ليميت اللي هو هون من هون يبلش من الصفر، او فيني خلي له مثلا بلش لي من قديش، من خلينا نقول اذا هون بدي اياك تبلش لي، يعني شوفوا الدوران اللي عم يصير، خليني بعد الشاشه شوي، شوفوا الدوران اللي عم يصير بالبند، هو لعند ال 50 اخر، بس انا هذا اللور فيني اعمله بالاتجاه العكسي صح؟ فانا بخفضه بهي الطريقه لهون. هلا اذا طبقت البند شو بتتوقعوا اللي راح يصير؟ رح ياخذ هذا البوكس من نصه من هاي القيمه هون رح يكون كامل هيك، انا هلا طافي لهيك انتم ما عم يعني انا بس عم احاول اورجيكم الجزمو اللي انا عم بشتغل عليه. بس شغلته انا هون شايفين الانحناء اللي طبقه؟ هلا هون اللور ليميت اللي انا عاطيها اذا ساويتها ناقص 12 او ناقص 20 او ناقص 500 شو المعنى تبعها؟ انه هذا الانحناء مثل كاني عم حدد الزاويه تبعه، يعني انا من هون لهون الانحناء، فهو هون صار اخذه نص انحناء. يعني إذا حطيتها ناقص 50 شوف شو شوي هي هاي النقطة شوي معقدة بالنسبة لللور ليمت، بس الأبر ليمت واضح إنه هو بعد القيمة 50 ما بيعمل لي إكمالي. هلا اللور ليمت بعد القيمة اللي أنا عاطيها فهو عم مثل كأنه عم بلش الانحناء من هون من الناقص كذا، أنا هون حددت الانحناء 180 درجة، فشوفوا هاي هي على نفس الاستقامة مع النهاية تبعه، مو 180 هيك. فاللور ليمت هو من هون مبلش لهون هدول قيمتهم 180 درجة، فأنا كل ما خفضته كل شو معناه هذا الحكي؟ معناته أنا إذا هذا ساويته ناقص 50 بنفس القيمة اللي فوق هون اللي هي 50 ضلت اللي عم يحمي لي إياها، فراح يصير هذا بشكل مستقيم هون. شوفوا هيك شو حطيتها هاي هيك ناقص 50، شايفين شو صار؟ بلش من هون حنالي إياه 180 درجة لعند الأبر ليمت، بعدين بعد الأبر ليمت كمل لي إياه بشكل مستقيم. واضحة؟ إذا ما أنا واضحة برجع بعدكم يا هاي النقطة، لأنه هي لازم تكون واضحة. تمام؟ طيب خلينا نعطي مثلا شلون أنا فيني بدون ما غير اللور ليمت احني نفس الانحناء. خليني رجع اللور ليمت للصفر، من هون أنت بدك تبلش شوفوا لف لي 180 درجة لهون بعدين كمل مستقيم. طيب فيني احصل على نفس النتيجه انا اللي هاي حصلت عليها من خلال تحديد اللور ليميت بناقص 50، هاي النتيجه اكيد فيني احصل. كيف؟ هلا انا شو اللي سواه هون؟ فتل لي هاي 180 درجه لهون، طب انا اذا اخذت كوبي منه هيك على جنب وقلت له هذا العنصر خلي لي اللور ليميت تبعه صفر بهي الطريقه،
بس انا بروح بقول له ساوي لي هنا بس 90 درجه، فحصلت على نفس النتيجه، حناليها من هون لهون 90 درجه. هذا شو ساوي؟ حناليها من هون من الناقص 50 لل 50 حناليها 180 درجه، نفس النتيجه حصلت عليها. واضح؟ فانا شو بساوي بالعاده؟ يعني شو الشيء اللي نحن بنستخدمه او شو الشيء اللي مع الوقت بصير انتم رح تستخدموه؟ ما رح اجي انا اغير باللور ليمت مشان ما فوت بهي العمليه الحسابيه، انه ناقص 50 للصفر بعدين من هون 50 مثلا، مشان ما فوت بهي العمليه الحسابيه بخلي هاي صفر، ممكن حدد الليمت اللي بدي اياه، بس شو اللي بغير فيه؟ بغير فيه الانجل تبع الانحناء تبعي، بدي اياه 360 درجه بهي الطريقه مثلا، هاي 360 درجه تمام، او بدي مثلا بدي اياه 90 درجه 30 درجه 45 درجه الى اخره تمام، هاي 90 درجه. واضح البند؟ طيب هلا انا بقول نفترض انه هذا الشيء اللي انا بدي احصل عليه بالنهايه، خلينا نحن مثلا بزاويه 60 درجه بهي الطريقه. هلا اوكي حنيته انا، بعدين فيني اجي اعمل لهذا العنصر شيء اسمه تويست. شو يعني تويست؟ تويست هي العمليه اللي احنا مثلا السكاكر شلون بيكونوا اطرافها مدورين هيك على بعضهم، مثل اني انا عم بعمل له تويست حوالين محوره لهذا العنصر. طيب خلينا نطبقه ونشوف. موديفاير ثاني اسمه شو؟ تويست. هاي تويست لنفس العنصر اللي عملت له بند انا، تمام؟ هلا كمان شو بدي حدد؟ هو دوران، نفس الدوران بس مو انحناء، دوران حوالين محور، حوالين نفسه. تمام؟ فهي التويست هو عم يدور لي اياه حوالين هذا المحور تبعه بهي الطريقه. طيب خلينا نروح لهذا العنصر ونطفي، نحذف البند تبعه. طبعا لما بعطي موديفاير، شايفين هاي الريموف موديفاير، هاي من هون بعمله ريموف، فحاجي اطبق عليه الامر تويست. طيب هلا اي شيء فيه انحناء او فيه تني او فيه يعني تحريك، فيه انه انا بدي احرك بدي اخلي العنصر ينتني معي بطريقه معينه او ينحنى معي بطريقه معينه، لازم يكون عندي سيجمنتس. هلا مثل ما شفنا بالبن، لما انا شلت السيجمنتس من البوكس هذا، خليني ارجع اطفيهم. هلا اذا برجع بطبق تويست، التويست هو كمان امر انحناء بس حول محور، حول محور معين. مثلا هلا هون الفعال هو الزد، فانا لما بدي احني لهذا حوالين الزد رح يحني لي اياه بهي الطريقه، بس شوفوا رح يصير شو رح يصير عندي. الفيس اللي موجود هون مضروب، ما نو نظام، هذا بالرندر بيضرب عنده، دور لي السيجمنت فقط. بس انا اذا اجيت من هون عملت له بهي الطريقه، زدت له شويه سيجمنات، شوفوا التويست هلا صار نظام، حنالي اياه حسب اللاينات الموجوده عندي تمام، حسب السيجمنتس الموجوده عندي بالعنصر، بدون سيجمنتس ما في شيء عندي بينحنى. واضح؟ تمام. هون كمان انا فيني احدد قيمه الدوران اللي بدي اياه يدوره، مثلا خلينا نقول 45 درجه. اذا جيت وقفت على التوب انا، شوفوا هاي البيز تبعه، هذا التوب تبعه، والبيز تبعه وين؟ وينه؟ هون، هاي الزاويه تبع البيز تبعه، خلينا نفتح لفه ثلاثه، هاي البيز، هاي البيز هون المستقيمه كانت عندي، وفتل لي التوب تبعه بزاويه 45 درجه، هذا التوب تبعه. تمام؟ خليني اعمل شغله هون بس انا، رح نرجع له هذا، رح اعطيكم اياه هذا الموديفاير كمان، بس مو هلا، هلا بس بدي ورجيكم انا شو اللي عم يدور عندي. تمام؟ هي التوب تبعه. هلا شوفوا هون، شوفوا التوب اللي عم يدور، شايفينه بهي الطريقه، البيز تبعه ثابته تحت، هاي البيز، حدود البيز هون، القاعده السفليه تبعه ثابته، التوب اللي هي هون، خلينا نطفي هذا اللي عم يدور، واللي تحت ثابت تمام، بحسب الزاويه اللي انا بدي اياها بهي الطريقه، قد ما بدي فيني اعمل تويست بهي الطريقه تمام. طيب هلا هاي القيمه هي مثل انه انا كمان شو اسمه
مثل انه انضغاط للتويست اللي انا عامله، فيني اضغطه هيك فوق وفيني ارجعه اضغطه، فيني اخذ القيمه السالبه وبالقيمه الموجبه. طيب شو يعني هذا الحكي؟ هو تقريبا نفس الابر ليميت واللور ليميت، بس فيه فرق صغير. الابر ليميت واللور ليميت لما انا بحددهم، فهو من لعند هذا الليميت مثلا حطيت، خلينا نفترض الابر ليميت هون حطيته 50 مثلا، فهو هون ما بيعمل انحناء ابدا بالجزء العلوي، ما بيطبق اي شيء. يعني انا هون عامل له ليميت، انت لهون ما يعني بعد ال 50 ما بتقعد تطبق هذا الامر اللي انا عاطيك اياه التويست. بس هون البيز، خليني اشيل التشيك، البيز هو مثل كان يعمل له ضغط، ضغط لي هدول الانحناءات، ضغط لي اياهم بمكان معين، فهو ببلش من هون، ببلش من تحت يعني الانحناء، بس عم يضغط لي الانحناء الاكبر وين؟ فوق. واضح؟ تمام. كمان حتى هذا انا فيني طبقه على كل المحاور. خلينا نقلل هاي القيمه نساويها 60 عشان تبين معنا. كمان هون عمل لي محور على المحور اكس. هلا خليني نصغر انا البوكس شوي، خلي 10 ب 10 ب 10 مثلا، وروح لعندهم عشان يكون اوضح التويست. تمام، طفي هذا الاسبوع. طيب على الواي، واحني لي على الواي، شيل هذا. شايفين وين المحور واي؟ هذا المحور واي، فهو عم يفتل لي حوالين المحور، يعني هون الواي عم يثبت لي هاي ويدور الجزء الثاني منه. تمام، بهي الطريقه. شايفين وين محوره؟ هذا الواي عم يحني لي اياه بهي الطريقه. طيب ليش هو اخذ الجزمه تبعه هون؟ خلينا نطفي. شايفين وين الجزمه تبع الـ هذول المحاور يعني تبع العنصر هون؟ فلما قلت له طبق لي على الواي اخذ المحور تبعه هون. طب انا بدي اياه ينحنى حوالين النص تبعه، يعني حوالين المركز، فانا لازم احرك الجزمه لفوق. من هاي القائمه انا فيني افكت بيوت اونلي سنتر اوبجكت. طيب هاي القائمه الهيراركي اعطيتكم اياها مره باول الدروس اذا بتتذكروا، انه انا فيني اتحكم بهذا الجزمه تبعي من قائمه هيراركي من هون، بقول له افكت بيفوت. لما كنا عم ندمج عنصرين مع بعض وقلت لكم انه مثلا الجزمه عم ياخذه بالنص، بتذكروا؟ او نعمل جروب فيعطيني الجزمه تبعه، الجزمه اللي هو هاي المحاور يعني. تمام، فهو حسب وين عم يحط لي اياها. هلا انا فيني احركه ايه هلا هون، واضغط على افكت بيفوت اونلي. من هون في عندي هون بليس، هو شو عم يقول لي هون؟ بيفوت موف روتيت وسكيل، يعني انا بدي اعمل للبيفوت موف او روتيت او سكيل. فانا شو قلت له؟ انا بدي اغير بالبيفوت، صح؟ افكت بيفوت يعني اثر لي على البيفوت فقط. هلا هون شو عم يقول لي؟ عم يقول لي بدك تساوي الاينمنت. بتذكروا الالاين اللي اخذناها هون، الهاي هي نفسها هون. فانت على شو عم يقول لي؟ شو بدك تساوي؟ بدك تاخذها سنتر للاوبجكت، ولا بدك تاخذها الاين على الاوبجكت، ولا الاين للورد؟ الورد اللي هو الفضاء اللي انا عم بشتغل عليه. مثلا هاي جريد، اذا قلت له الاين تو وورد البيفوت راح ياخذ لي اياه هو للورد تبعه. اذا قلت له سنتر تو اوبجكت، هلا انا شو اللي بساوي دائما؟ بيكون عندي عنصر معين البيفوت تبعه، مثلا لما برسم البوكس انا اتفقنا بيعطيني البيفوت تبعه وين؟ بمنتصف القاعده تبعه. شلون؟ هيك انا رسمت القاعده، شايفين البيفوت وين؟ هون بالنص، بس بيضل عند القاعدة تحت. فلما بطلع أنا قد ما أطلع شوفوا قد ما رفعت الارتفاع تبعه وين بقيان يعني البيفوت؟ هون تحت بمنتصف القاعدة. طيب شلون أنا بدي أجيبه على النص بكرة وقت بدي أطبق الموديفايرات تبعي؟ بقول له افكت بيفوت اونلي سنتر اوبجكت. تمام، خلينا نرجع للموضوع تبعنا الرئيسي. فهذا عملنا له البيفوت وين؟ صار بالمنتصف. برجع بحذف التويست وبطبقه من أول وجديد لأنه هو أخده على البيفوت القديم. تمام، بقول له من هون شو؟ بهي الطريقة على الواي. شايفين شو عم يصير؟ عفوا هون عم ياخذوا على الزب. بهي الطريقة على الواي، هذا المحور تبعي الواي، وبدي اياك تدور لي عليه، بدي اياك تعمل لي تويست عليه، فهو عمل تويست لهنيك ولهون، يعني اتجاهاته لهون ولهون. طب إذا طبقت على الإكس أنا فرح يحمي لي لهون ولهون، بعكسه. شوف هون إذا رحت على الإكس نفس العملية، تمام؟ فهو هذا المحور اللي انا عم اشتغل عليه، على انه محور انت عم تعمل التويست. نرجع نخليه على الزد بهي الطريقه. خليني كمان ارجع ازود شوي القيمه تبع القاعده بهي الطريقه. تمام؟ مثل ما كان عندي بالبند، في عندي انا هون ليميت
من وين بدك اياه وين بدك اياه ينتهي الابار؟ بدي اياه ينتهي هون مثلا. طيب واللور ليميت شايفين هلا في شغله صارت ونحن عم نشتغل كثير منيح انه صارت، لانه هاي بنص احيانا نص الشغل تصير معكم ما بتقعدوا تفهموا انتوا ليش ما عم يعمل لي بند للقسم السفلي، مع انه هون اللور ليميت تبعي شو؟ صفر. حدا ممكن يتوقع شو اللي صار معي ليش هيك هو اشتغل؟ خليني اعطيكم انه هون هنت صغير. ايه في عنا كريم أماني وإيمان وكريم وشين، حنين غايبة اليوم وعلي غايب. شكرا شكرا غايبة. يعني هون أنا عندي علي وشيما، شو اسمه شيما ومين قلت لك؟ وكريم سلطان. سلطان ما اسمع. طيب بنرجع لموضوعنا كمل هون. طيب حدا ممكن يكون عنده توقع ليش اللور ليميت هون ما نو اخذ من بداية المحور؟ طيب ليش هو بداية المحور حطه هون؟ لأنه أنا لما طبقت على البوكس التويست كان 10 صح؟ فأنا شو رحت زودته سويته 20 بس كنت مطبق التويست أوريدي، فهو التويست اللي كان أخذه كان مبلش من 10 هون. لاحظوا حتى هلأ هون إذا شفت أنا الأبر ليميت لاحظوا الجزمو تبعه مبلش من هون ومنتهي هون، هذا الرئيس تبعه ها الرئيسي شايفين بهاي الطريقه. خليني اشغله هلا شايفين اخذ لور ليميت لحاله بس انا ماني عاطيه، اخذ الصفر تبعه هون. طيب رح ارجع هذا انا للعشره هون، رجع قيمته لعشره لانه كان 10 وقت طبعا التويست. شايفين اخذه من البدايه بهاي الطريقه تمام. فشو اللي لازم اساويه انا بهي الحاله؟ بدي اعدل على هذا. اوكي عدلها، هاي ساويته 30 حذفت التويست ورجعت ضفت تويست جديد بهي الطريقه ورجعت زودت الانجل تبعه. هلا بنرجع للليمت بقول له زود لي هذا الابر. ليش عم يعطي تحت؟ تمام. في شغله ما انا واضحه تحشيش يا فندم. هذا هون عامل يعني هذا شو اسمه العنصر اللي هون لما كان على الصفر شايفين رد ما اخذ الداون ليمت ما بعرف ليش صراحه، بس هو بالمجمل شايفين هون هيك هذا هيك بنيت بوكس جديد وبشوف شو المشكله. فهون خلص الابر ليميت صفر اللور ليميت اوكي واللور ليميت من هون تحدده تمام. من وين بدي اياه يبلش لوين؟ واضحه النقطه الصبايا؟
ماشي تمام. طيب شايفين هذا الابر اللور ليميت هون، انا فيني اخذه بالقيمه الموجبه. طيب واضح صبايا الموضوع، يعني هذا العنصر خلينا نوقف البوينت عليه، انا بدي اعمل تويست بس بنصه مثلا، فشو بساوي؟ بيجي بقول له البيز بدي اياها مستقيمه بهي الطريقه، وبدي تويست هون، وبدي الابر ليميت، خليني بس زود شوي الارتفاع تبعه، وبدي الابر ليميت يكون وين؟ لهي المرحله بس مثلا، خليني اقلله. وزود التوست. فهو شو عم يساوي؟ عم يأثر التأثير بين الأبر واللور ليمت بس بهي بس بهذا المكان. اتفقنا؟ هاي بالنسبة للموديفاير تويست. موديفايرات سهلين هدول. هل احنا كثير بنستخدمهم؟ لا مو كثير بنستخدمهم، بس لهم استخداماتهم. يعني احيانا بيكون شو بدي ساوي؟ انا بيكون عندي مثلا باب يعني باب من فوق ما أنا مستقيم منحني بهي الطريقه، فانا بطبق له امر بيند مثلا. تمام؟ هاي شو ممكن تكون؟ ممكن تكون رجل طاوله مثلا بطريقه معينه، فيها تويست بمكان معين خشب، فكمان بساوي بنفس العمل بنفس الطريقه. اتفقنا جايز؟ طيب شو عندنا كمان موديفاير ثاني خرج نحكي عنه؟ قبل ما بلش بالايديت تولي انا احاول اعطيكم هدول، لانه هون في عندي انا الموديفاير ايديت تولي. طيب في عندي شيء اسمه تورب سموث. شو يعني؟ هذا تتذكروا هون احنا كان في عندنا شيء اسمه تشامبر لوبس، يعني لما بالاكستندد بالبريمترز كان في عندي شغله اسمها تشامبر لوبس بهي الطريقه. هلا هذا انا فيني احصل عليه، هذا بس للبوكس بيتطبق مثلا، بس انا فيني احصل عليه من بوكس عادي اعطيه امر اسمه تيرم سموث. شو يعني؟ يعني كل شيء في عندي لما بعطي هذا الامر، هلا باللاين طب البولي بكره كمان ناخذها. في شيء نعم فينا نحن نعمل تشامبر للزوايا، بس هون اذا انا كل الاوبجكت اللي عندي بدي اياه يكون سموث من كل النواحي، امتى بطبق هذا التور سموث؟ تتخيلوا لما بكون عم ساوي مثلا كنبايه، فانا ما عندي شيء شارب بالكنبايه، ما بيمشي الحال يكون زاويه الكنبايه هي عباره عن زاويه، يعني اجباري بدها تكون لافه لانه هذا تحته اسفنج وفوق قماش، فهي فيها انحناء معين. فهذا الامر بستخدمه كثير لما اكون عم موديل شغلات مثل كنبايات، اي شغلات سموث من جميع النواحي، فهذا التيرم سموث بطبقه بيعمل لي سموثنس لكل الزوايا اللي عندي. طيب خلينا نكبر شوي السيجمنات اللي هون بهي الطريقه. شايفين شو ساوى التيرم سموث؟ عمل لي سموث لكل شيء في عندي زوايا، وين شاف لاين عامل زاويه عمل له سموث بس. تمام؟ فيني زيد انا هون طبعا الفيز تبعه، فيني زيد السيجمنتس تبعه اكيد من هاي من هون بزود القيمه تبع السموثنس. تمام؟ غير هيك ما بساوي شيء. يعني هلا في عندي شغله، انا لما انا زودت السيجمنتس تبعه فهو شو عم يساوي؟ بين كل سيجمنت وسيجمنت عم يحط لي مثلا هون سيجمنت واحد وحنالي الزوايا الموجوده عندي. طب اذا حطيته اثنين فبصير بين كل واحد وواحد بحط لي سيجمنتين، كل ما زدت انا هاي القيمه فعم يزود لي عدد السيجمنتات الموجوده عندي. تمام؟ هلا بس بهي الحاله شو عم يصير عندي انا يا ترى؟ عم يزيد عندي عدد البوليجونات والسيجمنتات والفيرتكسات الموجوده عندي بالمشهد تبعي، فلما يكون الموضوع على كبير بصير في عندي تقل بالجهاز، فانا في عندي شغله في بالتب سموت مثلا طبقت ولنفترض انا لقيت انه ثلاثه مناسب مثلا هيك طالع عندي ناعمه هاي الزوايا تبعيته هون وهون. تمام؟ فانا صارت عندي بعد ما وصلت للنعومه اللي انا بدي اياها، هاي بالرندر رح تطلع ناعمه ما رح يطلع عندي تكسيرات فيها. تمام؟ فبيجي مثلا هو ثلاثه هون صح؟ ما بخليه شغال
بقول له من هون شايفين هاي؟ هلا هي هاي شو؟ الايتريشنز اللي هي عدد السيجمنات. فانا بيجي بقول له هاي بدي اياها بس بالرندر، اعمل له ثلاثه انت من هون، بس هلا بالمشهد الطبيعي خليه صفر او خليه واحد بس مثلا. بهي الطريقه شو سويت انا بهي الحاله؟ قلت له وقت بعمل رندر هون، يعني انا خلال عمليه الرندر شوفهم ثلاثه بس، وانا عم بشتغل خليني شايفهم واحد بس، ما بدي اشوف ثلاثه وانا عم بشتغل. تمام؟ وشو صار؟ صار المشهد عندي خفيف، عم يتحرك معي بسهوله، بس لما يرندر رح يرندر على انه هن ثلاثه، على انه هن هيك. تمام؟ فضفت الايترز وين؟ بس بالرندر، ما ضفتهم عندي انا بالمشهد عشان ما يتقل عندي. تمام؟ بهي الطريقه. هذا هو التيرب سموث. طيب في عندي كمان شغله ثانيه غير التيرب سموث، شيء اسمه مش سموث. شو بتساوي لهاي المش سموث؟ عفوا انا اسف، بدنا ننتبه ونحن عم نزيد هدول الانترشنز ما نزودهم بطريقه كثير كبيره لانه بيفصل الفايل منه، لانه هو شو عم يصير؟ انا عم زود له سيجمنات، طب بوصل لمرحله هو ما بيقعد يقدر يقرا كميه السيجمنات اللي صارت كثير، اي بعده بيفصل الفايل. تمام؟ هلا لانه فاضي هو محذرني هو انه عم زود كثير انت، فنحن هون بنضيفها هون بايدنا هاي القيمه، نخليها هيك مثلا ثلاثه، نكتبها كتابه نحاول ما نستخدم الزالقه فيها، لانه اذا بنكون مثلا عم نشتغل بمشروع وصلنا نص ساعه ما انا مسيفين مثلا واشتغلنا كثير تفاصيل، بعدين اجيت انا بالغلط زحطت ايدي بس هيك على الزالقه بيقوم بيفصل عندي. تمام؟ طيب المش سموث هو فعليا شوفوا عفوا هو فعليا نفس التيرب سموث، بس هو ما عم بيسمعني، هو عم يعطيني شويه انحناء لشو؟ للفيسات اللي موجوده عندي. تمام؟ كمان انا هذا بستخدمه خلال لما بكون بدي مثلا اساوي كنباية او شيء بنفس العمليه. هلا نفس البارامتر هون، من هون بزود قيمه السموث اللي انا عندي اياها. خليني افكر هذا الناس. ثاني نفهم اكثر شو ساوى، شو ساوى هلا هو هون؟ لاحظوا حنان الفيسات اللي موجوده هون بس مو من خلال اضافه سيجمنات. شو ساوى؟ بس هذا اللاين اللي موجود هون هو ضاف فيه فيرتكسات. تمام؟ صار مثل كانه ضايف في فيرتكسز هون. فلا انا اذا جيت هون مثلا قلت له اذا تقولي شو بكتشف؟ انه هو عم يضيف ضايف سيجمنات وضايف قصص، بس شو بدون ما يورجيني اياهم بال شو اسمه اذا انا ماني ضايف. تقولي يعني هو حنى الفيسات اللي موجوده هون، عمل لي انحناء لكل الفيسات حتى هلا هيك شايفين، حتى الفيس الفوقاني عامل له هيك انحناء خفيف. واضح؟ اي بالنسبه للمش سموث نفس التيرم سموث تقريبا، بس التيرم سموث شو بيساوي؟ بضيف لي سيجمنات لحتى يحميني، هذا بيحميني بيمسك الفيس نفسه وبيعمل له انحناء خفيف، مثل بيعمل له بامب خفيف. تمام؟ كمان المش سموث بنستخدمه بنفس العمليه اللي بتكون عليها، مثلا بس يكون عندي مخدات مثلا بدي خليهم يكونوا منحنيين لانه هن ما رح يكون في عندي زوايا حاده في هون، فبيكون عندي بهي الطريقه بطبق له هذا المش سموث. تمام؟ طيب شو في عندي انا هون السموثنس تبعه؟ شايفين شو عم يساوي؟ السموثنس تبعه قديش قيمه السموث اللي انا بدي اعطيها؟ يعني قديش بدي اياه يكون ناعم هذا الفيس؟ هي قيمه بين الصفر والواحد هو معتبره، فانا لما باخذها للواحد بيعمل لي اياه ناعم كليا، لما برجع للصفر ولا كاني ساويت شيء. تمام؟ فنحن هاي بنخليها على طول على الواحد، وبنضيف هون قيمة الانترشنز اللي أنا بدي إياها. هيك. 2 3 4 بكفيني السموث نسيك. بحاول على طول إني أنا آخذ بس اللي بكفيني، ما أخلي السموث بس زيادة عن اللزوم، لأنه بده يتقل الفايل إجباري يعني، شو ما صار يعني. تمام؟ نفس العملية هون، إذا أنا ما بدي أشوفه بهذا الشكل المنحني، لأنه هلا
على طول الشكل المنحني اصعب على الجهاز من الشكل السموث. فانا فيني اجي فعلا من هون خلال الريندر فاليو مثلا اقول له خلي لي اياه 4 وخلي هذا صفر هون، فيضل هو شايفه هيك وبالريندر بيساوي 4. تمام، بس يعني اذا نحن بالثلاثه 4 ما بيصير عندي مشاكل، انا خليه على 4 وخليه على بهي الطريقه. تمام، هاي بالنسبه للاوامر اللي بتعمل عندي انحناءات وتويستات البند، يعني هدول شوية موديفايرز. هلا شو في عندي كمان موديفايرات تانية؟ طيب في عندي موديفاير اسمه ال FFD. لاحظوا انه انا شو عم ساوي؟ عم طبق موديفايرز فوق بعضها. فيني اعطي اكتر من موديفاير ل object واحد؟ اكيد فيني اعطي. يعني هذا بعد ما عملت له كيرف سموث المش سموث، انا فيني ارجع اعمل له بند هذا البوكس مثلا. ليش على الجهاز؟ خلص نحن آسفين بلا بد. شايفين على تقل الجهاز عندي ما متحرك. خلنا نحصله لهون ونرجع لهون نقول له أو نرجع لهون هاي آسفين. خفف سيجمنتس تبعيته شوي، خليها 2x2x2 مثلا. فيني اقول له تيرب سموث وبعدين اقول له مثلا امر ثاني تيرب سموث بعدين اقول له مثلا بند وطبق الامر عندي. واضح؟ كان اجي لهون اقول له ساوي لي اياه هيك، يعني يحني لي اياه بهي الطريقه. زيد سيجمنت تير سموث، ما اروح على البوكس واقول له من هون، يعني انا كان يخلي هذا البوكس صفر هيك واحني بهي الطريقه. تمام، طيب شايفين البند على البوكس لحاله ما اخذه بشكل صحيح لانه ما في سيجمنت، فلما طبقت تير سموث قام حنا لي بهي الطريقه. طيب خليني اساوي هيك شغله. هلا في شغله بالتير سموث رح اوضح لكم اياها بعدين ناخذ استراحه. تيرب سموث شو بيساوي؟ هو بيحني لي العنصر. شايفين هلا هذا ليش عامل لي اياه هيك بشكل بيضوي؟ مو بس مشنفر الاطراف تبعه، لانه هو بيحني، يعني بيمسك السيجمنت. هلا هون انا عندي هون سيجمنت صح؟ هون في عندي سيجمنت، فهذا رح يحني لحتى يوصل لعند السيجمنت اللي مقابي له. تمام؟ فهون بما انه ما في سيجمنات بالنص، فلما اجى حنا لوين وصل عند اللي مقابله، وهذا راح لهون فالتقوا بالنص فعمل لي اياه مثل شكل بيضوي. لاحظوا لما فعلت تيرب سموث، خليني اقلل القيمه تبعه، مو هذا، خليني اقلل القيمه تبعه شوي. كان في عندي هذا السيجمنت اللي هو هون، كان اخذ الانحناء تبعه لحتى التقى مع الانحناء تبع السيجمنت اللي لقاله من تحت بهي الطريقه لحتى وصلوا لبعض. طيب انا اذا جيت حطيت على الزد تبعه شويه سيجمنات هيك بهي الطريقه، خليني اطفي. لاحظوا هلا شو اللي راح يصير. راح يحني لي هذا السيجمنت بس لوين؟ لحتى يوصل للسيجمنت اللي جنبه لهون، ما راح يضل عم يحني للنص. فهلا اذا فتحت انا التيرب سموث شو راح يساوي؟ لاحظوا اعطاني انحناء لهون، خليني واقف ترون، اعطاني الانحناء وصل عند السيجمنت اللي مقابله بعدين كمل مستقيم ما عاد قدر يحكي. تمام، طب هون شو سوى؟ طب من ناحيه الداخليه لاحظوا حنا لحتى وصل لعند اللي مقابله، هذا كمان حنا لحتى التقوا بالنص. طب انا شلون بعدل هذا الشيء؟ بضيف سيجمنت هون، فصار شو؟ لاحظوا حنا لي لحتى وصل لهون، وهذا حنا لحتى وصل لهون. هلا هون ضف لي سيجمنت هو بس ما حنا، شوفوا هون لساته مستقيم هذا الجزء بس هو ضاف لي سيجمنت فيه، لانه انا هون اعطيه قيمه سيجمنت. بدك ضيف لي سيجمنتين بين السيجمنتس اللي انا موجودين بين الموجودين عندي. واضحه هاي النقطه؟ هاي بالنسبه للامر تيرب سموث. فهلا انا اذا شلت السيجمنت من هون رح يصير عندي اياه مش كبسوله تقريبا شكله بهي الطريقه. واضح؟ هاي الشغله لما بدي اطبق تيرب سموث على شيء معين لازم انتبه قديش بده يعطيني قيمه السموث من وين لوين. تمام،
فاحيانا بيكون انا عندي شيب معقد بدي اعمل تيرف سموث لزاويه معينه فيه، فبيروح بيعمل له تيرف سموث لاخره. ليش؟ لانه ما في سيجمنت يوقفه، يعني هذا السيجمنت اللي بضيفه انا هون مش كاني عم وقفه، انا هون عم اقول له لهون، يعني بتعمل السموث من هون لهون وتوقف. ضفت واحد ثاني هون، ضفت واحد ثاني، فعم اقول له بتعمل تيرف سموث لعند ما توصل لهون، مش كاني عم حدد له القيمه لوين توصل تبعيته. تمام، واضح للجميع الموضوع؟ الاونلاين اليوم ما حدا طلع صوته، كله شو اسمه كله عم يستوعب ما شاء الله. طيب رح ناخذ استراحه 10 دقائق ونرجع نكمل. الله يعطيكم العافيه.
طيب اونلاين كله حاضر؟ والله دول اونلاين ممكن، بس هيك بيفتحوا الجهاز وبيروحوا بيغطوا. ليكو هاي الجيل اللي عم يشتغلها بألانيا. بس خلينا نرجع على الدرس. هلا شو رايكم نشتغل هذا التطبيق العملي؟ وين الصورة نزلناها؟ هاي هلا من شوي وقت كنا عم ناخذ شو اسمه الموديفايرز، قلت لكم انه نحن هدول بهمنا انه نعرف الأمر وبعدين نستخدمه. يعني هنستخدمه بمكان ما. شو يعني هذا الحكي؟ يعني لما بشوف كنباية مثل هاي صوفة، شو هي عبارة عن هذا الشيب اللي هو بهاي الطريقة، تمام؟ شو معمله؟ معمله تربو سموث لحتى صار زوايا ناعمة. بعدين شو معمل؟ بتاخد منه نسخ، بعدين معمله بند لهاي النسخ. فهاي هي الفكرة من أني أنا لازم أكون بعرف الموديفايرات. أنا إذا ما بعرف موديفاير ما رح أعرف شلون بدي موديل هاي الكنباية مثلا. فخلنا ناخذها هي كمثال بسيط هيك صغير، نحاول الموديلها بس على عجالة، يعني ما نستهلك كثير وقت فيها. فخلينا نقول هاي الظهرية هون من هون لهون عندي عمق تقريبا شي 30 سم، فرح أرسم أنا بوكس هيك بهي الطريقة نستفيد منه لهذا البوكس. نقول له مثلا هذا يكون ارتفاعه تقريبا 75 او لا اكثر، تقريبا 85 سنتي، ويكون 30 مثلا. البعد الثالث ما بيهمني لانه راح ارسم لاين بالنهايه عليه، بس انا هلا عم باخذ شو اسمه هاي الظهريه، اخذ منه نسخه هيك واقول له 45 سنتي ارتفاع الجلسه تبعه، وعم راح يكون خلينا نقول 60 سنتي على فرض او اكثر كانه 70 سنتي. هلا الشيب الرئيسي لهي الصوفاي مثل ما نكون شايفين هو هيك ال، تمام؟ هلا انا شو رح ساوي؟ بس ثواني شوي خلينا نعمل هون زوم. هاي مفصوله تمام. طيب هلا رح اجي ارسم انا لاين بهيك طريقه، هذا كانه لازم يكون اعلى شوي. شو رح ساوي؟ انا رح اجي لهون على الشيبس، ارسم لاين بهي الطريقه، هاي الظهريه تبعيته. بحاول ارسم هاي الظهريه بهي الطريقه، زود هاي الفيرتكس مثلا، شايفين هذا البروز اللي موجود هون هيك لقدام؟ لحاول اخذه شوي لجوا، طفل سناب حركه بهي الطريقه. عم برسم شكل تقريبي تقريبا انا للشيء. هلا ليش عم برسم شكل تقريبي؟ لانه انا بعرف انه بعدين بالترب سموث رح يطلع معي الشكل الفاينل تبعي اللي انا بدي اياه. تمام؟ تقريبا هيك خلينا نفترض انه هي الظهريه. هلا رح اجي لهون وارسم القاعدة تبعه بنفس الطريقة. وأعمل له لهذا اللاين اللي رسمته تبع القاعدة، رح أعمل له أتاش مع اللاين الرئيسي مع اللاين تبع الظهرية، خليهم أوبجكت واحد. رح فوت على اللاين، فوت على قائمة موديفاير وأعمل له أتاش مع اللاين الرئيسي. هلا رح أجي له إكسترود.
قديش هذا العمق هون؟ تقريبا حوالي 30 35، هاي شو 30 سم، خلينا نقول. رح ضيف فيه مثلا 3 سيجمنت. شوفوا الشيء اللي طلع معي هون بهاي الطريقة. هلا هذا تقريبا اكثر من 30، فنساوي 40 فعلا. طيب هلا اذا جيت انا طبقت على هذا تورب سموث شو ساوى؟ جينا للنقطة اللي لازم نحكي فيها. أخذ هذا اللاين عمل له لوين؟ لهون. يعني لما لفه بهي الطريقة لف لي إياه لعند الداخل، لعند الجواني. أنا بس شايفين هون هو في جزء منه مستقيم بهي الطريقة. وبعدين الانحناء. فأنا شو لازم ساوي بهي الحالة؟ لازم يكون في عندي لاين هون ولاين هون. حدد له الأماكن اللي أنا بدي يحني فيها. فراح أرجع فوت على اللاين لحتى أضيف لاينات أنا. رح فوت على اللاين قل له ضف لي فيرتكس هون، بفوت على الفيرتكس وبقول له ريفاين، تتذكروا رح ضيف هون فيرتكس هون وفيرتكس هون وفيرتكس هون وهون. رح خليهم هدول اضيق اقرب للنقطه الرئيسيه مشان لانه الانحناء هون بالزاويه السفليه اقل، شايفين هون اوسع الانحناء هون اضيق، واضح؟ رح ضيف هون كمان فيرتكس صغيره وهون كمان فيرتكس، تمام؟ طيب هلا بالنسبه لهون كمان بينحنى بعدين بيمشي شوي بشكل مستقيم بعدين برد بينحنى، فراح ضيف فيرتكس هون، راح ضيف فيرتكس هون، بدي الانحناء واسع، وضيف وحده هون. هلا بالنسبه لهل هاي الزاويه كمان الانحناء اقل من اللي قدام، فلازم ضيف له فيرتكسات قريبه عليها هون وهون مثلا او فوق شوي. بهي الطريقه طبعا هذا كله تقريبي الحكي اللي انا عم بشتغله، ما حدا ياخذه على انه فاينل. يعني كل ما حطينا ديتيلز اكثر بالرسم كل ما طلع الرسم اوضح، تمام؟ هلا رح ارجع للتوب سموث تبعي شغله، صار الشكل تقريبا اقرب للشيء الرئيسي، تمام؟ بهي الطريقه، واضح؟ شلون حصلت على الشيء اللي انا بدي اياه؟ هلا لاحظوا هون عامل لي فرق، هو هون انا ما عندي كل هذا الفرق، هم تقريبا ملزوقين بعضهم، فراح ارجع انا لللاين وامسك هاي الفيرتكس واقول له نزل لي اياها شوي لتحت. راح خليهم كلهم كورنر. امسك هاي الفيرتكس ونزلها لتحت. هلا في شغله عم تصير معي. شوفوا هاد لف لي بزاويه بس هذا لف لي بشكل عميق، ليش؟ لانه الفيرتكس اللي انا حطيتها هون، نرجع نفوت على الفيرتكس، هاي الفيرتكس هي على هذا السبلاين. لاحظوا خليني اخذ وقت شوي لهون، هون ما عندي فيرتكس لللف، كمان لازم هذا اللاين ضف له فيرتكس. شو رح اساوي؟ رح ارجع على الواحد، هلا برجعه انا لهداك لمحله بس لحتى اوضع الفيرتكس اللي بدي اياه. ارجع افوت على الفيرتكس طبعا الشورت كات تبعها واحد وارجع اقول له كمان من هون ريفاين وضيف هون كمان فيرتكس وهون فيرتكس. في عندنا شيء ثاني هون. طيب تقريبا هذا هو الشيء اللي انا لازم اوصل له. فنرجع نشتغل هذا هيك وقف بوينت وارجع على الاكس شغل السناب 2.5 اقفله واخده لهون ارجع اطبقهم على بعض، تمام؟ هلا اذا شلنا السيجمنتس تقريبا الشيب نفسه. هلا في شغله هون بالايديت بولي بعطيكم اياها، خليني هلا انا رح اطبقها بالايديت بولي. بدي اضيف انا كمان، شوفوا هدول الفيسات لازم اضيف عليهم سيجمنتس كمان انا لحتى ياخذ تيرب سموث بشكل صحيح. هي شلون بضيف انا هدول السيجمنت؟ اسهل طريقه اني انا اجي امسك هدول البوليجونز واعمل لهم انسيت، هاي بالايديت بولي بعدين انا برجع بعطيكم اياهم. بس هلا مبدئيا الهدف منا اني اضيف سيجمنتس، تمام؟ بهي الطريقة تقريبا. هاي القطعة الأولى من الكنباية، هاي الجزء الواحد منها هون.
تمام؟ تفضل. سكتشب ولا فيران؟ تمام، نسأله. هلا لاحظت انا بعد ما اشتغلت هذا الشغل انه يمكن شوي العمق تبعها قليل، ما انا قضيه. هلا خلينا نحن عم نقول نشتغل بشكل تقريبي، فيني يزيد العمق بعد ما اشتغلت؟ اكيد فيني يزيد العمق. وين راحت؟ اخذها هيك ايزوليت لحالها الت كيو، برجع فيني من الاسبوع يزيد شو اسمه انا طف التورسموس، فيني يزيد العمق تبعها من الاسبوع هيك. تمام، هذول خليني الفيرتكس ارجعهم شوي بحيث اللاين ما يعمل لي كثير سموث لللاين اللي عندي بهي الطريقه. طيب هلا لازم اخذ منها كوبيز انا بجنب بعضهم، شايفين الشيب؟ هلا اطفي شو اسمه انا بحيث تكون معكم واضحه. واضح؟ هذا الانحناء لازم يكون اكبر. شلون لازم ساوي؟ ليش هو اخذه هيك ضيق؟ خليني ارجع افعل شو اسمه سيجمنتس F4 شغل اسبوعي، لانه هون مسافه قليله. هلا هي انا فيني ازود المسافه كيف؟ لازم يكون هذا هاي المسافه اكبر شوي، فراح ارجع فوت على الاسبوعي. انا امسك هذول باليوغونات هيك، وقف فرونت وقول له اعمل لهم شويه سكيل مشان يعطيني انحناء اكبر شوي هيك بهي الطريقه. شايف شو عم يصير هلا هون؟ انا عم تزيد المسافه بين هدول، فهلا انا لما فعلت تيرب سموث صار الانحناء هون اكبر، هذا الانحناء. واضح؟ خلينا على هذا الشيء. هلا انا بدي اخذ منه نسخه لها، كم نسخه؟ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 قطع ثانيه. فرح واقف على التوب انا تحطف في التيرب سموث مشان اقدر اخذ سناب بشكل سهل، لانه اذا بدي اخذ سناب والتروب سموث شغال وانا عم بنسى، شايفين انا واحد هو عم يعني صار في عندي كثير فيرتكسات، فراح طفيه برجع بشغله انا بعد شوي، وراح اخذ نسخه من هون كله من هاي النقطه لهي النقطه. شايفين شو صار؟ اجوا واقفين جنب بعضه. وبعدين راح اقول له بدي اياهم انستنس، كم كوبي بدي؟ اتفقنا 8 كوبيز صح؟ مستمتعين ولا نايمين؟ اخذت 8 كوبيز بهي الطريقه، اخذتهم انستانس، فلما بشتغل على هذا كله رح ينشغل عليه صح. فهلا اذا شغلت تيرب سموث على هذا العنصر كلياتهم رح يتفاعل، شايفين بهي الطريقه. واضح؟ طيب هلا شو رح ساوي انا؟ رح اجي ساويهم هدول كلياتهم، يا اما بساويهم كلهم عنصر واحد بعمل لهم اديت بولي وبدمجهم مع بعضهم، بعمل لهم اتاش مع بعضهم مثل ما كنت اعمل اتاش باللاينز، يا اما بجي بقول لهم من هون بنزل هاي الصوره بقول له جروب اعمل لي اياهم جروب. ليش عملتهم جروب؟ لانه الموديفاير اللي بدي طبقه عليهم انا اياه بدي اياه يطبق عليهم كله كانهم عنصر واحد. تمام؟ فهلا بعد ما صاروا جروب، لانه الانستانس لسه مطلع لي الموديفايرات، هلا في واحد منهم مختلف برات مانو انستانس، فبهدول الموديفايرات بيختفوا منهم بس بيطلع لي اسم الجروب. خليني اورجيكم شو قصدي. رح اعمل له اوبن لهذا الجروب، ورح اخذ هذا العنصر هيك كوبي، اعمل له مثلا كونفيرت ويزبول، غيرته لهذا العنصر. هلا لاحظوا، هلا اذا اجيت انا من هون سكرت الجروب رجعت هون، ما ضل فيني انا اعبر على الموديفايرات. ليش؟ لانه هلا ما عاد في عندي انا، صار هذا موديفايرات وغير هدول الباقيين. بس لما كان مانو موجود نرجع نعمل اوبن ونحذف هذا العنصر ونرجع نسكر الجروب، هذول الموديفايرات موجودين. ليش؟ لانه كلهم نفس الشيء، كلهم قطعه واحده عم يعتبرون هذا، بس هو جروب هلا حاليا هون جروب. شو راح اجي اقول له انا لحتى لفه لهي اللفه؟ انا شو بدي اقول له؟ بدي اقول له بند. بهي الطريقه. طيب هلا هو على الزد بده يحني، فاذا انا هلا اعطيته قيمه هون عم يحني لي اياها على محور الزد. طب انا ما بدي اياها على الزد، انا على شو لازم يكون عم يحنى هو؟ على محور عفوا
على محور الواي بهي الطريقة. واضح؟ قديش بدي لفها لحتى انا اشوفها صارت مناسبه؟ بدي لفها بهي الطريقه. هل هي من نفسها 100%؟ لا، لانه نحن ما اشتغلنا التفاصيل لتطلع 100%، بس صار عندي كنبايه مينيموم بالمينيموم تبعها قادر انا الفها بالطريقه اللي بدي اياها. تمام؟ هلا مثلا هاي الزاويه لازم يكون انحناء اكثر. هون لازم يكون عندي بومب، فشو لازم اعطيها مش سموث هون لحتى يصير في عندي هذا البومب اللي بالنص هون. صح؟ بس بالمجمل هاي الطريقة، يعني هاي هي القصص اللي نحن بنشتغل عليها لنوصل للمنتج اللي بدنا اياه. بهي الطريقة يعني بستخدم الموديفايرات، فيني اساويها مسكرة هيك بهي الطريقة. تمام؟ فيني اساويها هيك. طب عم يطلع معنا شكل مدري شو رنديلي او شو عزاء او برغي. طيب واضحة شو اسمه؟ هلا بلشنا شو بمرحلة المتعة، ملاحظين؟ هاي هي يعني هذا التطبيق العملي اللي نحن لازم ناخذه، لانه بالنسبه للموديفايرات هذول مو على طول بيمرقوا معنا، بس طلعت هاي الصوره لانه فيها هذول الموديفايرات اللي اخذناها مثلا عشان اعرف انا شو اللي صار. شفت هاي الصوفايه بدي مودلها، فدغري لازم يخطر لي انه هاي مثلا بدي ارسم هذا اللاين واعمل له اكسترود وكذا وحد واعمل هذا البومب بالطريقه الصحيحه. طبعا يعني اصح من هيك ممكن يكون، وبس تنكسر ماتيريال اساسا بتختلف. وبعدين اخر شيء لازم كلياتهم اعمل لهم بند مع بعضهم مشان يلفوا معي بهي الطريقه. فهي هي اليه التفكير اللي نحن لازم نفكر فيها لما نكون عم نشتغل ناقص. تمام؟ طيب نسكر. نكمل بقائمة موديفاير. هلا في عندي موديفاير اسمه عندي اسمه سايمتري. صح، سايمتري شو يعني؟ السايمتري هي لما يكون عندي عنصر انا بدي اعمل له مثل ميرور له، بس هذا الميرور تبعه بده يكون متصل معه. طيب شو يعني؟ فوت على السايمتري واسحب انا بهي الطريقه، لاحظوا شو عم يساوي هو؟ عم مثل كانه عم يمطل لي اياه. تمام؟ بهي الطريقه لحد ما وصل لمرحله انفصلوا هم. طيب فيني انا ادوره بهي الطريقه، لانه واقف انا جوات السايمتري جوات الميرور تبعه، شايفين حتى هاي تبعه اسمه ميرور، كان عم يعمل لي ميرور منه وبحركه. ممكن اعمل له مثلا روتيت انا بهي الطريقه، اذا مثلا كان باي لاب شلون بساويها؟ برسم الجالسه وبعمل له سايمتري وبلفه بهي الطريقه. تمام؟ طيب هل بس على الاكس مثلا بيشتغل؟ لا، كمان على الواي بيشتغل. خلينا نطفي الاكس حتى نشوف على الواي كيف بيشتغل. كمان نفس الشيء موفمنت هيك او روتيشن بهي الطريقه او هيك يعني. تمام؟ حتى ممكن يكون على الزد، ممكن يكون هلا على محورين سوا عم يشتغل شغال انا، لانه فعل محورين اللي انا عم بشتغل عليهم. طفي الواي هاي على الزد روتيشن مثلا. تمام؟ هذا هو امر سايمتري. شو في عندي شغلات انا مهمه بالامر؟ ما يعني ما بيهمني انا غير انه انا شلون فيني استخرج الموضوع اللي انا بدي اياه منه. هذول الثري شولد سلايس هو بيعمل سلايس يعني مشان انه هو يدمجهم العنصر اللي طلع معي جديد. هلا لاحظوا انا لساتني ضمن نفس العنصر. تمام؟ هاي بالنسبة لأمر سايمتري. طيب أمر سايمتري أنا شو بشتغل فيه مثلا؟ ولنفترض عندي هذا البوكس بهي الطريقة. خلينا نقول 10 ب 210، لا عفوا 2 210، هذا برواز باك. خلينا نفترض فانا بدي اياه يلف معي بهي الطريقه هيك، بعدين يلف هيك، بعدين ينزل. تمام؟ فشو بجي انا؟ هذا طبعا بيكون فيه شغل مثلا، ولنفترض يعني خلينا نشتغل واحد مشروع عن جد فيه شغل عشان تعرفوا ليش انا عم طبق سايمتري لحتى اقدر اعمل الكات تبعه. ولنفترض انه برواز الباب مثل هذا البرواز او اعقد شوي من البرواز اللي انا موجود عندي، رح فوت على البوكس وضيف فيه شويه سيجمنات انا عشان اقدر ارسم تفصيله معينه. تمام؟
رح اجي ارسم هاي التفصيله اللي هي تفصيله البرواز خلينا نفترض مثلا. رسمت لاين. انا عم شو عم ساوي هلا يا حزركم؟ عم برسم بروفايل بدي ساوي منه البرواز، يكون البرواز يكون شو اسمه البروفايل تبعه بهي الطريقه. رح اجي امسك هدول النقط واعمل لهم فيلت شوي ناعمين خلينا يكونوا بهي الطريقه مثلا. هلا هاد شو رح ساوي؟ رح ساوي برواز، رح اعمل له اكسترود بروح على قيمة الاكسترود، شيل السيجمنات اللي بقلبه وقول له مثلا ارتفاعه 210 ارتفاع البر بهي الطريقة. شايفين؟ تفصيلة برواز عادية. راح اخذه هيك على جناب او اخذه ايزوليت واجي اقول له اعمل لي، بدي انا اخذ منه نسخة لهاب للطرف الثاني من الباب هيك كوبي مثلا، خلينا ناخذها كوبي. وبعدين هلا صار وشها هي لهني، يعني اذا طلعت من التوب انا هاي وشها لساته لهون، فراح اروح على ميرور واقول له اعمل لي ميرور لها على الاكس مشان تكون مقابل هاي بهي الطريقه صح؟ طيب هلا انا هاي شو كمان لازم اساوي؟ لازم اخذ منها كوبي وحطها من فوق لانه البرواز لاف على اربع جهات. فعل A الانجل مشان يدور معي بقيمه خمس درجات كوبي وبيجي بمسكه بحطه هون بهي الطريقه. مثلا عرض الباب هاي اخر وحده اخذتها خليها 80 سم مثلا او عفوا 90 سم، عرض الباب 80 هاي 90 البرواز وطبقتها بهاي الطريقه. جيت هذا مسكته وطابقته معه. صار عندي البرواز اللي بدي اياه، بس شو صار عندي هون مشكله؟ انا ركبوا فوق بعضهم الفيسات، فانا شلون لازم هون يكون الكت 45 درجه هيك لازم يكون مقصوص وبعدين لافف بالطريقه نفسها. طب كيف انا فيني اعمل هذا الكت؟ لانه بالحقيقه هو ما بيجوا، ما في شيء اسمه هيك راكبين فوق بعضهم بهي الطريقه. وهيك اذا حطيته فوق من فوق مثلا، اذا رفعته على الواي 10 سم بيطلع كثير قبيح المنظر اللي هون، يعني هذا البروفايل ليكو شلون على 3 دي ما نو متواصل مع بعضه، شايفين شلون؟ فهذا المنطقي تبعه لازم يجي مثل ما هو وبعدين ينقص 45 درجه هون بيقصوه بالمعمل وبيرجعوا بيجيبوا هذا بيقصوه 45 درجه وبيجوا بطبقوهم فوق بعضهم صح؟ طب انا بالماكس كيف فيني اطبق هذا الشيء؟ بيجي باخذ هذا انا اخذ منه كوبي هيك على جنب بيجي بقول له شو؟ سايمتري. طيب هلا لاحظوا السايمتري اللي عمل لي اياه، عمل له ميرور لحاله بالطريقه من جنب الثاني على الاكس. طب انا ما بدي اياه على الاكس انا اساسا، او لا عفوا بدي اياه على الاكس، بس شلون بدي اياه؟ بدي اياه مع روتيشن. قديش الروتيشن بدي اياه؟ 45 درجه. هاي 45 درجه دورته انا تمام. هلا بدي ارفعه لحتى يبين معي. لاحظوا التفصيله اللي طلعت معي هون، لف لي اياه بالطريقه اللي انا بدي اياها، عمل له الكات 45 درجه ولفه صح؟ حلو حكي ان شاء الله. طيب هلا الجزء الثاني منه اللي هو القسم اللي هون على اليسار النازل كمان بدي اياه يلف 45 درجه، شو بساوي انا بهي العمليه؟ برجع بطبق عليه كمان امر شو؟ كمان امر سايمتري ثاني بهي الطريقه وبمسكه لهذا السايمتري وبسحبه بهي الطريقه بحركه. طلع معي البرواز من الجهتين مقصوص 45 درجه تمام واموره بخير. شايفين الفرق بين هون وهون؟ لما يكون الشغل صح ويكون الشغل غلط. ما في شيء بالحقيقه هيك اسمه. اوكي امتى ممكن نشوف هذا الشيء؟ بهي الحاله شوفوا شو بتساوي هذا 80 درجه بس بيكون بوكس عفوا 80 سم حتى 70
بجيبهم سكو حطوهم في برواز هيك شكله مثل هذا اللي هون بالغرفة مثلا، بس شو بيكون ما فيه بروفايل مشان ما يطلع يعني هذا طبيعي البرواز. الأحلى إنه ينعمل له كات 45 بهي الطريقة بالمعمل، بيقصوا هاي يعني بعد ما يشتغلوا هاي الخشب بيجوا بيقصوا من هون هيك زاوية 45 درجة، وبيقصوا هاي 45 من على اليمين و45 على اليسار، وبيجوا بيطبقوا هون بالورشة. أوكي طيب، هاي بالنسبة للأمر سايمتر. شو في عندنا شغلات تانية ممكن نشتغل عليها؟ في شيء اسمه هير اند فار، هذا لما يكون مثلا عم بشتغل انا هدول الكراسي اللي بيكون الوبره تبعيتهم كثير طويله، فبطبق لهم هير اند فار. بس هذا الامر انا ما بفضل انكم ما تستخدموه يعني بالمات، خليني اعطيكم اياه بهي الطريقه. اي يعني هلا نحن طبقناه على الباب طبعا، عمل كنترول زد مثلا، بيكون عندي انا ولنفترض هيك بوكس صغير، ما نفترض انه هو جلسة. عرفتوا شو يعني الفار؟ الفرو يعني الفروة تبع لها، عملوا تيرب سموث بهذه الطريقة. هلا بدي اطبق عليه هير اند فار. انا وينه هذا؟ بدنا نحط لي فرو لهذا العنصر. هلا هو بحطه بهذا الشكل، بس برندر ما بيطلع، بيطلع شكله تقريبا حقيقي تمام، بس مو كتير ومربك بجميع الاحوال. هون مثلا فيني اتحكم انا بشكل الفروه هاي، شلون متوجهه، شلون اتجاهها، الستايلينج تبع الشعر، انحناءات وكذا. هون على انه بوليجون يعني شغلات هيك مثلا. هون مو قلت له على هذا البوليجون، بدي على هذا كمان مثلا، بس طفيه برجع بينقل على هذا يعني شغلات بطعمه. هلا شوفوا انت مستخدم هذا، نحن الناس اللي بتشتغل شخصيات على الماكس بيستخدموا هذا الهير اند فار كثير، نحن بالماكس بالنادر اللي نستخدم. هلا نحسه شوف كمان شو في عندي شغلات ثانيه ممكن نعطيها. هلا الايديت بولي والايديتابل بولي عم فكر اجلهم لبكره، لانه هن اهم شيء عندي بالماكس. انا بدي اياه يكون الموضوع بالنسبه لكم واضح اكثر يعني. طيب في عندي امر اسمه تشامفر ساين، هذا البوكس مثلا اتفقنا لما بسوي تيرب سموث شو بيساوي؟ هو بيعمل لي تيرب سموث لكل الموجود بالبوكس. طيب في عندي امر ثاني اسمه تشامفر، انا فيني احدد يعني هو بيعمل لي اياه بقيمه 1 2 3 بضيف لي سيجمنات، بس قيمه التشامفر هذا الامر اللي اسمه تشامفر انا بحدد من خلاله قيمه التشامفر اللي بدي اياها وقديش عدد السيجمنات اللي بدي اياها. شايفين شو يعني تشامفر؟ يعني هذا السيجمنت اللي هون عمل له تشامفر، وهون عمل له تشامفر، والزاويه وكذا. هلا بالتشامفر شو في عندي انا شغله؟ في عندي هون الاماونت تبع التشامفر، القيمه اللي انا بدي اساوي تشامفر لهي الزاويه اللي فيها. هون هي 1 مثلا، كل ما زودتها هون مثلا خليها 2 سم. طيب اذا بدي ازيد السموثنس تبعه شو لازم اضيف؟ سيجمنتس. طيب في عندي شغلات تانية، في عندي هاي الريجوس بيز بنساويها 0.5. شو يعني الريجوس بيز؟ هي هون انت بدك اياه منحني يعني. شوف خلينا ناخذ بوكس ثاني ما يكون فيه سيجمنتس مشان يكون الموضوع اوضح بالنسبه لكم. خمسين 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 بدون سيجمنتس، اخذوا ايزوليت. شوف قلنا له تشامفر، شامفر لي هاي الزاويه. هلا هون 1 رح خليها 2 انا مشان تكون اوضح بهي الطريقه. شامفر كل شيء طبعا، كل الزوايا. هو فيني اعمل شامفر لزاويه معينه؟ ايه. بعدين بقول لكم شلون بالايديت بولي بنحدد الشيء اللي بدنا نعمله تشامفر، خليها قيمه 3 سيجمنتس 1. طيب الراديوس بدك اياها، هاي الراديوس اللي موجوده هون شو اللفه تبعيتها بدك اياها؟ بدك اياها هيك 1 ولا هذا الدب؟ شايفين الالتفاف اللي عامله هون هو بالشامفر؟ لما اخذنا الشامفر بالاوتوكاد
كان في عندي شيء اسمه فيلت وشيء اسمه تشامفر، صح؟ هلا هاي قيمة الديف تبعه هي بتعبر عن هذا الموضوع، هي قيمة بين صفر والواحد. إذا حطيت الصفر فهو مش كأنه عم يعمل لي شو؟ كات تشامفر نظامي لهذا، بس عم يعمل لي كات، بس عم يعمل لي هاي الزاوية عملها تشامفر بس بطريقة زاوية يعني مقصوصة قص. طيب أنا إذا بدي أعملها تشامفر بس تكون لافة لف بهي الطريقة، فشو لازم أساوي؟ لازم زيد قيمة الديف تبعها. لا إذا ساويتها واحد فأنا مثل كأني بس شو ساوي؟ هو بس ضف لي السيجمنات بس ما عمل لي اللفة. فأنا شو بساويها هاي؟ 0.5 فبلف لي اياه مثل كانه لف لي اياه بالبامب تبعه نص بقيمه النص يعني، تمام. هلا اذا ضفت سيجمنات ثانيه بصير سموث اكثر، حتى لو عندي 50 سيجمنت بس الدف تبعه واحد فبضل بس ضف لي حافظ على السيجمنات بس خلى لي اياه زاويه، ولو ساويته صفر بيساوي لي اياه كات بس بضف لي سيجمنات بهي الطريقه. اذا بدي اياه لافت كف بخليه فاصله 5. طيب هلا بالشامفر كمان في عندي شغله ثانيه هون selection، ها هو عمل لي from state انه هي كل العنصر كامل انه بدون اي معلومات اضافيه. هلا انا فيني عندي خيارات، فيني اقول له مثلا selected edges. شو يعني هذا الحكي؟ قلت لكم من شوي انه انا خليني اعمل لوكات واعمل هذا convert to edit poly. الedit poly انا فيني اختار edge، صح؟ فانا اخترت هدول ثلاث edges خلينا نفترض. هلا طبقت تشامفر هي عمل لي تشامفر للكل، بس انا عامل سيلكتد لهدول الايدجز، ففيني اروح لهون واقول له مو للكل، مو فروم ستيك، بقول له سيلكتد ايدجز فقط. فشو بيساوي؟ بيعمل لي تشامفر للايدجز اللي انا عامل لها سيلكتد بالايديت بول، تمام. في عندي خيارات ثانيه، في عندي سيلكتد فيس ايدجز، يعني اذا رحت على الايديت بول انا واخترت هذا الفيس اللي هون مثلا ورجعت على التشامفر، هلا هون عشو محطوط على selected edges لانه هدول edges اللي انا عامل لهم selection. اذا حطيته على هاي الface edges، الface اللي انا عامل له selection هون الedges تبعه هدول، فبيعمل chamfer لهدول الface edges بهاي الطريقة. واضح؟ في عندي كتير خيارات. selected face borders، borders هي مجموعة الedges اللي بشكله face اسمه border، يعني هذا الفيس البوردر تبعه هو هذا هو البوردر، تمام. فاذا انا سلكت دول فيسين مع بعضهم، شايفين هلا شو راح يصير؟ راح اوضح لكم الفرق بينه وبين سلكتد فيس ايدجز هون. هلا هاي سلكتد فيس ايدجز، هذا الايدج وهذا الايدج وهدول الايدجات كلياتهم هدول موجودين على هدول الفيسات، صح؟ بس البوردر تبعه هو بس الخارجي، يعني هيك 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 لفوق لجوا هيك، هذا مانو بوردر، مانو ضمن البوردر تبعه، تمام. البوردر هو اللاين المحيط بالفيس اللي عنده. انا عامل سيلكشن لهدول الفيسين فاللاين المحيط فيهم هو هذا هيك، هذا مانو محيط فيهم، هذا قاطعهم، تمام. هلا زلت له من هون البوردر شو ساوى؟ ساوى للبوردر وشل لي هذا الايدج منه. واضح شو الفرق بيناتهم الى اخره. ايدج فيرتكس سيلكتد اول ايدجز، يعني اول فيرتكسز مثلا هون بس عمل لي بس للفيرتكسز بالاول فيرتكسز مثلا. سيلكت فيرتكسز اذا عملت انا هون سيلكت لهي الفيرتكس وهي الفيرتكس فلنفترض، ورجعت على الشامفر قلت له هون selected vertices نفس الشيء vertices، عمل لي بس لهدول التنتين. لاحظين الموضوع؟ هذا امر الشامفر. هلا هذا الامر ما كان موجود من زمان، يعني ما بتذكر بالضبط امتى نزلوه، بس كثير حل يعني في بالشامفر، لانه فيني اعمل شامفر ضمن الايديت بولي، بس بعد ما اشتغل شامفر ضمن الايديت بولي وطبق عليه موديفايرات ثانيه ما بيعود فيني ارجع اعدل على الشامفر، لانه اذا عدلت على الشامفر بيخربوا الموديفايرات الثانيه. فعملوا لي امر لحاله اسمه تشامفر، موديفاير لحاله اسمه تشامفر مستخدم، يعني انا ما في شغله ببنيها بالماكس ما بساوي لها تشامفر، لانه انا بالحقيقه ما عندي هذا الحد، ما عندي هذا الحد اللي هون شايفينه هذا الخط. ما في شيء بالحياه هو هيك شكله، مينيموم بده يكون فيه 1 ملي
فلت يعني صغير، يعني هاي الطاولة الخشب اللي قدامنا هذا ما نو مستقيم، شايف الالتفاف الموجود، الانحناء، لو انه صغير بس موجود، هاي بتعطي واقعية بالشغل. تمام؟ فهذا الشنفر كثير 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 رح نستخدمه، كثير رح نستخدمه في حياتنا. يعني اللي بده يشتغل بروفيشنال ما بيساوي شغل بدون شنفر، الا اذا هي معمله تربس موث فهي مشنفر اوريدي، بس قصدي بوكس مثلا، قطعه متل، قطعه خشب، كذا، كله بده يتشنفر زواياه، لانه ما بيمشي. يعني حتى القصه تبع يعني النجار بعد ما يعمل الباب مثلا بيجي لعند الزاويه عمل له بالورقه الازاز بشنفرها، يعني مشان ما تصير حاده جدا، مشان ما تصير تقطع يعني، عرفت كيف؟ طيب هاي بالنسبه لامر الشنفر. في شغله تانية هون كمان بهي السموثينج اوتبوت، لما انا خليني ارجع بس لعند الشامفر الكامل فروم ستارت كي. هلا هو بالوضع الطبيعي لما بيعمل شامفر فبيعمل مثل سموثينج للعنصر اللي عنده، تمام، بينعمه يعني، هاي بصير في مثل نعومه بالهاي، شايفين هاي اللمعه اللي بتصير هون، هاي معناتها ناعم. هلا اذا قلت له انا هو هون بالسموث، لما بقول له سموث انتاير اوبجكت عم يعمل لي مثل انه الاوبجكت كله صاير مثل بامب خفيف، ما بيظهر هو بالماك بس على الريندر بيبين معي. هلا اذا كان هذا العنصر مثل هاي طاوله الخشب، هو بس بيشنفر الزوايا بس، ما هذا الفيس اللي بالنص مثلا بالطاوله هو ما فيه بامب ابدا، هو مستقيم تماما، فهي السموث انتاير اوبجكت لازم شيله انا، ولا بس السموث شو للشامفر، سموث شامفرز اونلي. فهون هذا الفيس، لاحظوا شوفوا هلا شلون راح يتغير لونه، راجعوا هون لما يكون الانتاير اوبجكت معمول سموث، فحتى هذا الفيس فيه شويه سموثنس، لما بقول له بس للشامفرز شايفين هون كان في مثل بامب خفيف وراح، سواء لي يا سطح مستقيم 100%. هلا هذا احيانا بالكاميرا، اذا انا اخذ كاميرا يعني، والكاميرا خلينا نفترض الكاميرا تبعي بهي الطريقه مثلا، ولا افترض انه هاي طاوله وانا حاطط كاميرا هون وعم رندر، فهذا الفيس اذا هو معمل له هاي البام وانا عم بتطلع عليه بشكل تقريبا موازي لهذا الفيس، فشو بيصير هون؟ اخرته زاويته من ورا مو عامل لي هو بام، فالقسم البعيد منه رح يصير ما انه ظاهر للكاميرا لانه في بام بالنص، في مثل تله بالنص، هي ما انا مرئيه يعني، بس هو هيك شايفه الماكس لانه عامل له سموث لهذا الفيس، فبيطلع الزاوية الداخلية، هاي الزاوية اللي بالاخير هون تطلع سودا بالماكس، ما بتطلع الماتيريال اللي انا عاطيها. لهيك نحن لو نطبق الشنفر بنقول له بس شنفر لي الزوايا، هذا الفيس لا تشتغل عليه شيء. تمام؟ هاي الامور المهمة بالنسبة للامر الشنفر. في عندي أمر آخر اسمه الـ FFD. طيب هلا أنا غير أني ساوي العنصر إيديتولي وأتحكم بأبعاده وكذا، في عندي أمر اسمه FFD. هلا أنا مثلا خلينا نفترض أنه هذا البوكس اشتغلته مثلا وعملت عليه مثلا، ولنفترض بند كمان مثلا حنطبق عليه، ما راح ياخذ بنت لانه ما عندي، راح اطبق عليه تويست ولو انه خطا هلا، بس تحملونا بس حتى اورجيكم هاي قصه الاف اف دي. مثلا هلا بعدين اجيت انا بدي كبره لهذا العنصر، وانا شو هذا مساوي له اوديت بولي، ما عاد فيني اتحكم انا بابعاد البوكس الموجود عندي مثلا، مثال، ففي اوامر عندي، مجموعه اوامر اسمهم اف اف دي. الـ FFD هي عبارة عن إنه هو بيحط لي مثل شلون الشكل الفاينل لها. ليش عم يعمل ساين أوف هاي؟ جماعة الأونلاين سامعيني؟ إيه مسموع، في صوت أونلاين واضح الصوت عندكم؟ لأنه أنا بتخيل طلع شو اسمه. إيه واضح واضح أستاذ، الصوت واضح.